حروف استاذ من بعد يا فصاينه تقسم علينا كي ترد ساحر الارضي ترى من اول ما جاء عندها شعب اليمن ونعمكم يا والرد منا الف ضغط اللي يجي من ردها صهيون او باعت لنؤيد ما سيقوم به محور الجهاد والمقاومة من ضربات موجعة مؤلمة ردا على هذا الإجرام الصهيوني الذي استهدفوا فيه قاداتنا استهدفوا فيه من قادات حماس. اليوم لنقول للشعب الفلسطيني حتى بعد استشهاد اسماعيل هنية او بعد استشهاد المئات من الشهداء الفلسطينيين ان الشعب اليمني لن يترك الشعب الفلسطيني وانه سيضحي وانه باذن الله سيكون الرد عاجلا باذن الله من محور المقاومه جميعا.